مبارك ام سعود. الحوت غادي يولي رخيص في المغرب. علاش؟ قال لك حيتاش الاتحاد الاوروبي ما بقاش غادي ياكل الثروات السمكيه ديالنا، لدرجه ولا الحوت في اوروبا رخص من الحوت في المغرب او بزاف. وهذا الشيء كامل وهذا الاستنزاف ديال الحوت ديالنا كامل، 126 باخره اوروبيه هارفه على السواحل المغربيه ديالنا. باخره تنطح باخره كدير لك غير الحوت جيد وكتخلي لك الشياطه. والمقابل قول لي انت ايش استفاد المغرب؟ 50 مليون اورو كل عام. ديال اش هاد 50 مليون اورو؟ ديال الكالامار، ديال الكروفيت، ديال اطنان من سمك تونة العنيده اللي كتدي كل يوم كياكلوها الاوروبيين، وحنا يبقى لنا السردين والميرلا اللي واصل 30 درهم للكيلو. اش هاد المتاويه ديال الدراري الصغار؟ وبالله عليكم تحنا سرنا. عندنا وزاره على قدها سميتها وزاره الصيد البحري، عندها جوج بحوره اكثر من 3500 كيلومتر ديال البحر. سولني شنو مديره وزاره الصيد البحري بهاد البحوره؟ كارياهم لاوروبا، صافي كتبيع الحوت في البحر، ما فيها هي اللي تبني شي اسطول بحري مغربي ولا تضرب حتى هي شويه ديال التماره وتصوب معامل ديال الصيد وتخدم المغاربه وتقلص البطاله. راه الشباب المغربي بزاف عاطل على العمل، ما فيها اللي هي تخرج داك الحوت بسواعد مغربيه وباخرات مغربيه وعمال مغاربه ويدوزوا المعامل في المغرب يتقادوا ويتصدر ديك ساعة برودوي مكتوب عليه ميدين موروكو صحارى ماروكان، وديك الساعة شريه ولا خليه وبالثمن. لا الوزارة ديالنا اش بغينا احنا بهاد التمارة هادي؟ اش بغينا بشي مشاكل؟ ما بغينا بالمشاكل. الحوت راه هو في البحر، جيب باطواتك وجي خوضو وخلصني انايا والسلام عليك. ودابا المحكمة الأوروبية قالت لك حبس عليا هادشي. علاش السيدي؟ قالت لك حيتاش المغرب ما عندوش الحق يبيع شي حاجه اللي هي ما ديالوش. وشنو بالسلامه اللي ما ديالوش؟ ويلي الغديد. المحكمه الاوروبيه قالت لك ما ديالوش الصحراء وهذيك منطقه متنازع عليها، وتتفكوا حيلكم مع البوليساريو وتولي الصحراء ديالكم 100%، وديك الساعه جيو كريوها لينا. ياك اخويا ياك، هذا هو حق الطعام والعشره والبزيزيله اللي قرنوا زماره وانتم تترضعوا فيها. والله لا بقات فيكم. ها هي الصنديد ناصر بوريطه مول تيقول ان القرار ديال المحكمه الاوروبيه حول الغاء اتفاقيه الصيد البحري ما كيهمناش، ما سوقناش حنا المغرب، شغلهم هذاك. صافي ضرب الدنيا بركله. علاش؟ حيت بكل بساطه حنا ما كناش طرف فيه، غير حرموا على دول الاتحاد الاوروبي وحنا هاد الشيء ما عندناش مشكل، حنا عندنا البديل. اعطى الله اللي كرم، عندنا البحر، الخير موجود اودي احمد. وهذا الشيء ما غادي ياثرش حيتاش كاينين دول مستعدين من دابا يديروا اتفاقيات الصيد مع المغرب، كيهضر على روسيا وكيهضر على الصين. ولكن هذا القرار غادي يخلينا نزيروا معاهم شويه، ومن دابا لقدام غادي يولي الاعتراف بسياده المغرب على الصحراء ديالو شرط من شروط الاتفاقيه. واي دوله اوروبيه بغات دير اتفاقيه الصيد مع المغرب خاصها تعترف بسياده المغرب على الصحراء. ولكن اصلا شكون مستفيد من اتفاقيه الصيد ما بين المغرب وما بين الاتحاد الاوروبي من غير الاتحاد الاوروبي؟ دابا واش المغرب حرام وقلال شو حلال ولا كيفاش؟ هذه هي الفلسفه ديال الدول الاوروبيه في التعامل مع المغرب. انت ما كتعترفش بالصحراء ديالي وفي نفس الوقت باغي تستافد من السوق ديالي، انت كي درتي لي حنيني؟ اتفاقيه الصيد البحري اللي كتجمع المغرب مع الاتحاد الاوروبي هي امتداد لسياسه عقود من الاستغلال المفرط لثرواتنا السمكيه، بلا ما يضمن ان المؤسسات القضائيه التابعه لاوروبا تلتزم باحترام سياده المغرب على كامل ترابه الوطني. يعني هي استفاده احاديه الجانب مع الاستفزازات، والمغرب هو الخاسر والشعب المغربي خاسر. ترخيص للسفن الاوروبيه بالصيد في بحارنا الجنوبيه كيضيع على الاقتصاد المغربي بشكل سنوي عشرات المليار دولار كقيمه انتاجيه، وكتضيع معاها مئات الالاف من فرص العمل. الشباب المغربي اللي مشومر وباغي يحرق هذا المبلغ كافي لتمويل ميزانيه تسليح الجيش الملكي باش يولي الجيش الفتاك في المنطقه، والقوه هي الضامن الوحيد لبقاء الصحراء المغربيه. يكذب عليك الكذاب، العالم ما كيعترفش ضعيف. اوروبا كتعطينا 50 مليون دولار كمنحه سنويه مقابل الترخيص، وكتربح في بلاصتها مليارات الدولارات. داكشي اللي كتخرجوا من باطن مياهنا الاقليميه صفقه خاسره من كاع الجوانب. اوروبا قامت بالغاء اتفاقيه الصيد البحري مع المغرب من بعد ما ولا ثمن الاسماك المغربيه في السوق الاوروبيه ارخص من المغرب، والنتائج المتوقعه انخفاض اسعار الاسماك في السوق الوطني، والمغاربه غادي يشبعوا حوت اللي كانوا السردين وما يقدروا يشريوه حيت واصل 30 درهم. لكن غير ما تفرحوش بزاف،
حيث الحقيقة المرة الحكومة ديالنا دايرة ما في جهتها باش تشوف لمن تبيع البحر إما لروسيا ولا الصين. وعلاش ما يستفدش الشعب المغربي من ثروات بلاده؟ علاش حوتنا يديه غيرنا؟ علاش احنا ما ناكلوش الكلامار الفري والحوت الكبير ويكون رخيص؟ جوج بحورة عباد الله، جوج بحورة. واش المغاربة ما قادرينش يخلقوا اسطول مغربي يمكن له يتعامل مع الثروة السمكية ديالنا؟ علاش ما نقدروش حنايا المغاربة نعالجو ونصدروا حنايا الحوت عوض ما نبيعوه كمادة خام في البحر؟ شنو الفائدة من وزارة الصيد البحري الى المغرب ما عندوش سفن قادر على خوض عباب البحر تجيب لنا الحوت وتجني لنا الثروة السمكية؟ دابا البوليساريو امهم الجزائر، عرفتي شحال كيتعناو وفرحانين تبنت لهم درسة العقل وحاسبين هاد الشيء وهاد القرار ديال المحكمة الاوروبية انتصار. واش من انتصار؟ اجي اش دخل عاوتاني الجزائر في المعمعة؟ وايلي علاه ما فراسكش؟ علاه شكون بالسلامة اللي وقيلة خصنا نبداو من الاول. عيقت انايا، واش كاين شي قويميلة كتبدا من الوسط؟ سيدة سادتي، حلقة اليوم ما سوقناش إلغاء اتفاقية الصيد ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي. إمتى بدأت هاد الاتفاقية؟ شنو كان في هاد الاتفاقية؟ وعلاش اتفقوا؟ إمتى تفرقعات الرمانة؟ وعلاش وشنو كانت الأسباب؟ أش قال المغرب في هاد الشي؟ شنو النتائج اللي غترتب؟ وها علاش السردين غادي يولي بدرهم الكيلو؟ أعطونا لايك، اشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. على بركة الله نبداو. 1988 كنا جالسين مع لينا ما بينا، هات الرباط وبروكسل تافقوا. اش تافقوا؟ تافقوا على هاد الشي اللي رحنا سايرين تنحضروا عليه، ارى الفلوس وهاك الحوت، يعني هاد الشي قديم مش جديد. وغنوصلوا لسنة 2011 البرلمان الاوروبي ضربات النفس وما بقاش راضي بينا ورفض تجديد هاد الاتفاق لاسباب اقتصادية وبيئية وقانونية على ما قال. وفي 2014 اعلنوا على اتفاق جديد غادي يبقى حتى 2018 وبقات الهدرة والجدل على نشاط الصيد وسفن أوروبية كتصيد في المياه المتاخمة لمنطقة الصحراء. تم محكمة العدل الأوروبية في فبراير 2018 صدرات حكم أن هذا الاتفاق ديال الصيد ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاق باطل لأنه كيشمل مياه الصحراء المتنازع عليها. ولكن وخا هاد الحكم، اش بغيتي أوروبا ما ياكلوش الحوت ولا؟ المفوضية الأوروبية اقترحت في أكتوبر 2018 اتفاق جديد مع المغرب داخل فيه حتى الصحراء المغربية، معتبرة أن بنوده لا تتعارض مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية. ودخل الاتفاق للتنفيذ من يوليوز 2019 وغادي يسالي في يوليوز 2023. 2021 ناضت البوليساريو المدعومة من الجزائر رفعات دعوة للمحكمة الأوروبية، أشهد شراكم سيرين تديروا فيه، واش تتاخذوا حوتنا بلا ما تشاوروا معانا؟ رحنا الممثل الوحيد للسكان المنطقة وحرير هادي. شو تنبر 2021 محكمة العدل الأوروبية قضت بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي اللي كتضمن منتوجات زراعية وسمكية المصدر ديالها من منطقة الصحراء. عشنو كاين في الاتفاق؟ أرى الفلوس نعطيك الحوت، هذا هو علاج دير الاتفاق ما بين الاتحاد الأوروبي والجار الشمالي المغرب. اتفاق سياسي أكثر من أنه اقتصادي، لأنه بين أن المغرب مرابح من نواله، فباش تجي الباطويات الكبار ديال الاتحاد الاوروبي 128 سفينة منها 93 سفينة غير ديال اسبانيا والشي الاخر من البرتغال وهولندا وفرنسا وايطاليا، وتصيد السردين والتونة ولا نشوبة في الساحل المغربي. بروكسل دفعات للمغرب 208 مليون الاورو في 4 سنين. دابا السؤال، شنو قال المغرب في هذا الشيء؟ بلاغ وزارة الخارجية ما عمرنا نعلقوا على المضمون لانه لا يهمنا، لا يهمنا لاننا لسنا طرف. والمغرب بكل جرأة دار قضية ديال الصحراء هي النظارة اللي كينظر بها العالم وهي المعيار الواضح والبسيط اللي كيقيس بها الصديق من العدو. خطاب الملك قال ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أنها تبين الموقف ديالها وتعري على الله ثم تبقاش مخبية. واش معانا ولا ما معاناش؟ ورب ضارة نافعة، هذه فرصة أن المغرب يزيد شوية وما يبقاش مترع الباب والاتفاقيات نوليو حنايا نحط الشروط ديالنا. اللي بغانا مرحبا ولكن وافق على الشروط. لكل هذه
الاسباب ها النتائج اللي غادي يكونوا اسيدي خيرنا ما يدي غيرنا. واخيرا المغاربه غادي يتنفعوا بالخيرات ديال البلاد، واخيرا المغاربه غادي يستمتعوا باول ثروه في البلاد اللي هي الثروه السمكيه. هذا الالغاء راه هو في صالح المواطن المغربي، المواطن المغربي اللي ولات الخضره والحوت غاليين عليه. اكبر مستفيد من هذا الالغاء هو الشعب المغربي. انا الاوان ناكلوا حوتنا، انا الاوان ناكلوا خضرتنا وناكلوا ديسيرنا وبثمن مزيان. كيفاش حنا جينا في منطقه ساحليه، اطنان ديال حوتنا كيخرج كل نهار وكيمشي لاوروبا وحنا تنشريوه ب 25 درهم للكيلو. حنا في ارضنا وهادو بحورنا وحوتنا والخير ديالنا عطاه لينا سيدي ربي وحنا اولى به. والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نحن المغاربه لا ننتظر دروسا من لوكسمبورغ ولا من قصر المراديه ولا من مخيمات تندوف، لاننا في صحرائنا باقون ولحوتنا آكلون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات. شكرا شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش تعطونا لايك، تشاركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير.